ولكن هذا الواد هو اللي مشهد. هذا عنده الاوديه بزاف وتا هو عنده اوديه بزاف هذاك اللي له. اذا انا قدرنا غادي نمشيو لكم نصور لكم واحد الواد في الاتجاه. هادشي اللي كاين بالنسبه واد سوس تا هو غادي نصوروه غادي نمشيو ليه غدا ان شاء الله نصور لكم واد سوس تبارك الله. اذا اشوا خياليه هذه القنطره ديال اورير والحمد لله والشكر لله جينا في الوقت المناسب باش نصور لكم هذا الواد. السلام عليكم اصدقائي فيديو جديد واليوم جديد جينا لواد اورير. اليوم الاحد 31 مارس 2024 اللهم بارك. بعد عاصفه رعديه مجهده خاص في اكادير والنواحي ديال اكادير هانتوما غادي تشوفوا معنا هذا الواد. طلب بسيط اخوتي ساعدونا باش نوصلوا القناه 400 كا. كلشي يدير ابوني كلشي يشترك. هانتوما كما كتشوفوا اللهم بارك جينا حدا الواد. هذا واد ديال اورير اللهم بارك. صراحه جاب الفياضه ديال بصح تبارك الله. كما كتشوفوا واد اورير اليوم الاحد 31 مارس 2024 هذه هي النتيجه ديال الواد اللهم بارك. شوف شوفوا النعمه ديال سيدي ربي شوفوا تبارك الله واد اورير اللهم بارك. كما كتشوفوا واد خيالي. ديجا صورنا هذا الواد ومره ثانيه جينا باش نصوروا هذا الواد رائع جدا. باش نقولوا واضحين بزاف الراه ما كيخافش هو من الواد. فين هو غادي فين غادي حتى غادي تزلق اذا كما كتشوفوا معنا هذا الواد خطير رائع جدا جاب الفيضان. وفي نفس الوقت انا رايي اكثر من ديك المره اللي صورنا صراحه فيا الجوع وعطشت ما فمي نشف باش تشوفوا فمي نشف يا اخوان. جينا باش نصور لكم هذا الواد الرائع جدا. اذا جينا صورناه كان عادي اللهم بارك. كما كتشوفوا واد خيالي واد رائع جدا. هنا الجره كما كتشوفوا واخا تشوفوا هذه البلاصه راه غرق يقدر دابا الله يحضر السلامه شخص تما يدي هذا الواد. اي حاجه وصلت هنا كيديها مثلا براد ولا شي حد باغي يقطع ولا شي كلب مثلا شي كلب دابا باغي يقطع بحال بيسافر يقدر يديه يقول لي يلاه نديك للبحر. اذا واد خيالي واد رائع جدا هذا واد اورير. نتمنى الاعجاب ديالكم ونتمنى الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اللهم بارك. هاد امطار عاصفه رعديه من طنجه الى الكويره العزيزه. شفنا عاصفه رعديه خاص في الشمال طنجه تطوان شفشاون المضيق الفنيدق هاد المناطق كلهم كان سيول. شفنا الواد ديال تطوان اللهم بارك. شفنا بعد الاوديه خاص في المغرب اللهم بارك. اذا تبارك الله هاد الواد عنده ربما بعد يومين بعد ثلاث ايام بعد اربع ايام غادي يدوس. اذا يلاه وصل كانت العاصفه رعديه مجهده وهاد السيول جابهم من هاد الجبل. ها باش نكونوا واضحين سمعوا سمعوا الاخوان سمعوا سمعوا ها بيسف كيجي حداه هو بيسف كيجي حداه الواد حق الله. اش غادي نقول لكم هادشي زوين تبارك الله شحال رائع جدا تستمتع بحال هكا انت راه كنغامروا والله الا كنغامروا هنا خطير بزاف على حسب التجربه ديالي. هاد البلاصه كلها خطيره هاد الواد صعب جدا شوفوا تبارك الله شوفوا واو 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 واو, واو. اللهم بارك شوفوا واو شوفوا الجره خوتي شوفوا ما يمكنش شوفوا الجره تبارك الله تبارك الله بهذه النعمه ديال سيدي ربي شوفوا شوفوا واو 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 وانت عاصفه رعديه اللي دازت اليوم هنا راه مشهده واد اورير. هذه قنطره وعندكم هاد الطريق كتدي الصويره وهاد الطريق كتدي لاكادير. اللي غادي هاد الاتجاه غادي لاكادير اللي غادي هاد الاتجاه صويره. اذا صورنا لكم هاد الواد ومن بعد يقدر غادي نصور لكم واد تغازوت الا قدرنا عليه وبعد الاوديه. اذا الامطار غزيره دائما كنديروا مجهودات ديالنا باش نصوروها اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا الواد خطير اذا باش تعرفوا كنديروا واحد المغامره ماشي سهله كنشوف باش نصور لكم الاوديه. اذا هذا الواد صعب جدا
واد أورير، اللهم بارك. شوفوا تبارك الله شي حد ها كيتفرجوا فيا شي وحده من الفوق. شوفوا تبارك الله، شوفوا واو 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 واو، شوفوا شوفوا خيال، ما يمكنش اول مره نشوف الواد بحال هكا. شوفوا تبارك الله، نحاول نقربوا لكم هذيك البلاصه. الله عنكم، ما يمكنش الاخوان. شوف قلت لها ما يمكنش، هادشي خيال. بزاف كيقلب عليها، بزاف غادي يجيب الربحه، بزاف غادي يجيب الربحه. فين هو غادي؟ شوف فين جا، جا كيصور وصل الواد. تبارك الله كما كتشوفوا السيول خيال. اذا عندكم هاد الواد كله من هنا وهاد البلاصه حتى هي. شوفوا تبارك الله، تبارك الله، واو 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 واو، سمعتوا؟ تبارك الله تبارك الله، بهاد النعمه ديال سيدي ربي. اذا السيول والفيضان من هاد الاتجاه، اللهم بارك. هاد الواد خطير بزاف كما كتشوفوا، جاي من هاد الاتجاه، واد اورير، اللهم بارك. وعندنا هنا قنطره، هادي قنطره ديال اورير، وهاد الواد غادي للبحر، اللهم بارك. غادي نحاولوا نصور لكم هذيك الاتجاه. اذا هذه القنطره صعبه جدا، راكم عارفين رمضان كيكون صعب جدا في التركيز، وكيكون صعب خاص تصور. اذا دابا حاليا ما قدرتش نتكلم بسبب العطش، حيت ماشي ساهل. صورنا بعد الاوديه وجينا عاوتاني من جديد باش نصوروا بعد الاوديه. اذا هذا الشيء كله ماشي سهل، صعب جدا. تبارك الله، شوفوا واد اورير كيتزاد باش تكونوا واضحين، بعد ربما بعد ساعه غيتزاد. وكاين واحد الواد اخر ديال اورير من هذيك الاتجاه. اذا هذا الواد كيجيب الفيضان خاص في هذه الجبوله، هذه الجبوله اللي هنا وهذه الجبوله ديال هنا كيجيب هذا الفيضان. وكاين واحد الواد من هنا، واحد البلاصه حداتها الدرت يقولوا ليها الماء، واد ديال الماء، كيشوف الفيض من هذيك الاتجاه. ولكن هذا الواد هو اللي مجهد، هذا عنده الاوديه بزاف، وتا هو عنده اوديه بزاف هذاك اللي له. اذا الا قدرنا غادي نمشيو لكم نصور لكم واحد الواد في الاتجاه، هادشي اللي كاين بالنسبه واد سوس. تا هو غادي نصورو، غادي نمشيو ليه غدا ان شاء الله نصور لكم واد سوس. تبارك الله، اذا اشوا خياليه هذه القنطره ديال اورير، والحمد لله والشكر لله جينا في الوقت المناسب باش نصور لكم هذا الواد. سمعوا سمعوا سمعوا، واد ترى ما يمكنش جره، وهاد البلاصه عادي جدا، وهاد التراب ديال هنا كتزلق. باش نكون واضحين دائما كنقولها لبيزاف، كنقول ليه رد البال، هو غيزلق يزلق ويطيح في الواد. كنقولها ليه، كنقول ليه رد البال، هو يشوف الواد ويبدا يتمشى. بحال هادوك اللي كيزرعوا، هادوك الشواله ملي كتجيب لهم شي تفصيل ديال السكسو كيهاجموا عليه، هكا كيدير بزاف. غير يشوف الواد وي يتمشى، ما كيخمم كاع بعينو، يقدر يزلق يقدر يطيح يقدر يسبب ليه مشكل والو، يبدا يصور يشوف الواد يبدا يتحيز ليه حداه، حدا بالمشكل كيحب بزاف اللي يحب الواد. قال لك ماشي مشكل انا نمشي حداه. تبارك الله، هذا فيضان، اللهم بارك. اذا اجواء ممتعه، اجواء خياليه، السيول، الفيضان. اذا واد حقيقي، هذا الفيضان حقيقي، هذا الفيضان جاء من الجبل باش نكون واضح. الواد راه بعيد تبارك الله، ما كرهناش شي مره نمشيو نصورو. اذا هذه البلاصه فيه الجره، وبعض الناس كيصوروا الواد هنا. اذا على حسب هذا التوقيت، اذا دابا حاليا جوج النهار، الناس يقدر العشيه غيجيو الناس ياخذوا السطوري هنا، كاين بعض الناس ياخذوا السطوري هنا. اكتشفت واحد البنت خدات السطوري في هذا الواد، اكتشفنا شي واحدين حتى هما كيصوروا هنا. اذا كان واحد الحب خاص للواد، حب السيول. اذا هذا الشيء كله زوين، نتمنى ان شاء الله يكون خير. شوفوا كيتزاد الاخوان، كيتزاد والله الا كيتزاد. شوف اللهم بارك، كيتزاد. سمعوا ممتعه،
فهمتي تماما. راه غادي نطلع لكم الفوق باش نصورو، غادي نديرو فيديو جديد ديال الفوق. حيت ديك المره جينا صورنا جوج فيديوهات، هاد المره غنصورو جوج فيديوهات. اللهم بارك واد